السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. بص، ده بيبسي دايت، معرفش ممكن تبقى الكلمه بالعكس. البيبسي دايت ده انا عارف قبل ما اقول لك عليه اذا كان كويس او مضر، اذا كان فيه انه ينفع للدايت ولا لا. بص، انا حابب بس اوضح لك او اغير عندك مفهوم من المفاهيم اللي ممكن تكون انت ماشي بيها لفتره كبيره قوي من وانت صغير لحد وانت كبير. بص حاجه كده، مثال بسيط، ان انت مثلا لو انت زمان كانت الاهل بيقولوا لك ايه، لو انت لابس الشبشب على، لو وانت بتقلع الشبشب مثلا واتقلب على وشه، اعدله على طول عشان ده حرام. يعني انا بقول لك من ضمن الكلمات اللي بتتقال، او انت مثلا وانت ماسك المقص فما تقعدش تعمل فيه كده عشان بيجيب الفقر، او ما تخيطش شرابات، كلام كده عجيب كده كنا احنا بنسمعه زمان. ده من المفاهيم اللي اترسخت في يعني في وجدانك ان الموضوع ده غلط. الموضوع ان انت بتبقى على طول شايفه ان الحاجات دي بتبقى حرام، مادام اهلك قالوها لك من انت صغير، فالموضوع ده خلاص بقى مسلم بيه، وبقى قران وانجيل، وبقى الموضوع خلاص لازم امشي بيه كده. بص، اولا الكلام اللي قلته ده يعني ده كده ملوش اي لازمه، يعني ده كلام خرافات ولا في اي حاجه. البيبسي الدايت او البيبسي عموما كنت انت بتسمع عنه ان هو بيتخن. البيبسي ده ممنوع في الدايت، بمعنى ممنوع زي الوجبات الجاهزه بتاعت كنتاكي وماكدونالدز والكلام ده كله. البيبسي الدايت ده لو انت مسكت بيبسي دايت بس وبصيت على الليبل من ورا، اللي هي الحته الصغيره اللي ورا دي، هتلاقيه فعلا زيرو كالوري. زيرو كالوري يعني ما فيهوش سعرات حراريه اطلاقا. يعني لو انت شربت البيبسي ده في اليوم ما فيهوش سعر حراري، مش هيتخنك. يعني انا جايبه وانا بعمل دايت عموما، مش بيتخن. انا كان نفسي اكل حاجه مسكره فده عجبني، ما بيتخنش. بس المشكله بقى في ايه بالظبط؟ ده البيبسي الدايت، انا ما بتكلمش على البيبسي العادي او اي حاجه تاني. البيبسي الدايت، البيبسي العادي ده بتبقى الازازه اللي هي زي بتبقى سعراتها عاليه شويه، اما ده زيرو سعر حراري. لو انت مثلا بتتكلم وليكن على الاكلات اللي فيها سعرات حراريه قويه، مثلا زي وليكن 100 جرام سوداني اللي هو ب 5 جنيه ولا ب 6 جنيه، ده عند اي مقله تلاقيه بيديك 500 سعر حراري. يعني لو انت بتاكل في اليوم 2000 سعر حراري، من ضمنهم نقنقه كده 500 سعر حراري 100 جرام سوداني، اللي هو 100 جرام سوداني اللي هو ب 5 جنيه، وانت ماشي كده في الشارع وبتاكلهم، وده مش من ضمن الاكل وانت بتحسبه من ضمن الاكل، فبيديك 500 سعر حراري. يعني انت كده تخنت قوي. يعني انت رايح بتمشي في الروتين العادي بتستهلك ال 2000 وزودت عليهم ال 500 ده كل يوم هتتخن. ده ما بيتخنش. ايه مشكلته؟ ده حمضي. البيبسي ده حمضي، جسمنا قلوي، فلما بيخش فكل اللي هو بياخده ان هو عشان يعادل الحمضي مع القلوي ان هو بيستخدم عنصر الكالسيوم، فعنصر الكالسيوم ده بيتاخد من العظم، عشان كده بيوازن الحمضي مع القلوي. ده حمضي، جسمنا احنا قلوي، عشان كده بيوازن الحته دي. فعشان كده لو انت عندك هشاشه عظام، او لا ينصح بيه في الحوامل. انا مش بتكلم ان انت تشربيه الاربع مرات في اليوم، ممكن تشربي مثلا مره كل اسبوعين ولا حاجه، هي بتبقى مره مش تبقى كتير. حتى كمان الاسبرتام اللي هو بيقول لك عليه بيتخن وبيعمل مضادات وحاجات سامه وماده سامه، برضو قليل فيه جدا. انت لما تيجي تبص على الليبل، الليبل كله زيرو، الطاقه زيرو، الدهن زيرو، دهون مشبعه زيرو، كربوهيدرات زيرو، الياف زيرو، سكريات زيرو، بروتين زيرو، صوديوم زيرو. هو بس حاجه بتحلي بقك وخلاص. ده ما بيتخنش. العلبه دي ما بتتخنش، اسمع مني، العلبه دي ما بتتخنش، ودور ورايا وصدق كلامي. شكرا جدا ليكم، وانا اسف جدا ان انا طولت عليكم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. وما تنساش طبعا تعمل لايك لو الفيديو عجبك، ولو عجبك اكتر تنشره ما بين اصدقائك عشان الناس اللي بتبقى خايفه تشرب بيبسي دايت تشربه. شكرا جدا ليكم، وانا محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.